تصحوا بقى، اصحوا يا عيال، انتوا ايه ناموسيتكم كحلي؟ ايمن يا علوه يا عيال افتحوا لي ايدي وجعتني. يا خرب بيتكم كل ده انا ام. الله، في ايه يا واد؟ في ايه؟ وجعتوا لي ايدي، كل ده انا ام. انت لو رزعت على الباب كده تاني اعتبري نفسك شهيده. اخص عليك يا ايمن، حد يا واد يكلم خالته كده برضو؟ انا بكلم خالاتي كده حتى اسالي بقيه خالاتي. الحق عليا، ده انا جايبه لكم اكل عشان تاكلوا. مش عايز صفح. يخرب مخك ارمينا، محدش بيصحي حد كده. صدق يا ولا ان انت بتربيت؟ انا متربي احسن منك. والله انت اللي جبت اجل اختي. ان شاء الله هتحصليها. اخس، طب امشي غور من وش غوركتك داهيه في شكلك. ما الصباح الخير يلي معانا يلي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. الصباح الخير يلي معانا. خد تعالى هنا. انت رايح فين؟ رايح انزل اقعد مع صحابي يا بابا. شايلك يا ابني، انا طالع في التلفزيون على الهوا وعايزك تسجله لي في الفيديو. يعني يا بابا حتى اليوم اللي بنزل اقعد فيه مع صحابي هتقدرني برضو في البيت؟ دي ما بقتش عيشه. ايه اللي بانا اللي في بقك ده؟ مش قالك انا ايه عيب؟ عيب واحد زي كده ارمي اللي بانا دي عيب؟ معلش، اصلي ريقي ناشف. ريقك ناشف؟ اه، بعد ما ريقك يتبل ارميها على طول. هاد. في واحده زياده معاك عشان ريقي؟ لا لا من لا خلاص ارميها. ميها على طول. اختك لافه فين؟ صحت؟ اه من زمان وراحت الشغل. راحت الشغل، اوكي. يا صباح يلا. الريحه دي ريحه ايه؟ هقول لك بقى، عامله لكم اكله جديده نوفي، هتاكلوا صوابعكم وراها، لسه شايفاها امبارح في التلفزيون. صينيه مسقعه بصفار البيض. بايه؟ صفار البيض. صفار البيض يلي معانا يلي معانا، البيض فقز. يلا يا حبيبي تعالى انت بقى كل مع خالته. انا صايم والله، ماليكوا في الطيب نصيب.